يعتبر إنتاج وتصدير النفط الثقيل نقلة نوعية تجارية جديدة لدولة الكويت من خلال أضخم المشاريع النفطية التي تنفذها شركة النفط الكويت ضمن استراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040، والتي تأتي ضمن إطار كويت جديدة. وتنتج شركة النفط الكويت أكثر من 75 ألف برميل نفط ثقيل يوميا من خلال حقلين نفطيين، ويعتبر هذا الإنجاز تتويجا لعامل دؤوب استمر لسنوات عدة، مما يمثل إنجازا مميزا في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. الكويت أمام مستقبل نفطي مشرق من خلال إنتاج شركة نفط الكويت للنفط الثقيل، ذلك المورد الذي يمثل مستقبل الصناعة النفطية ليس في الكويت فحسب، بل في كل دول العالم المنتجة للنفط، إذ ستكون هذه الخطوة انطلاقة جديدة نحو تحقيق الرؤية النفطية المستقبلية لدولة الكويت. النفط الثقيل يعتبر إضافة للطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت ودولة الكويت، ومرحلة جديدة لإنتاج هذا النوع من النفوط يعتبر جديد علينا، النفط الثقيل. المقصود هنا في إنتاج النفط الثقيل بالأصل هو توفيره لمحطة الزور في جنوب البلاد لإنتاج الوقود لمحطات الكهرباء. عمليات تصدير الكويت للنفط الخام والثقيل للسوق العالمي من شأنه تحقيق إيرادات إضافية للدولة في الوقت الحاضر، كما سيسهم في تلبية جزء حيوي من الاحتياجات المحلية للطاقة. وتنتج شركة نفط الكويت أكثر من 75 ألف برميل نفط يوميا، ويعتبر هذا الإنجاز تتويجا لعمل دؤوب استمر لسنوات عدة، ما يمثل إنجازا مميزا في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية. اليوم الإنتاج أكثر من 60 ألف برميل في اليوم، وأيضا إضافة على ذلك عندنا حقل أم النقا أيضا في أكثر من 10 إلى 15 ألف برميل، فعندنا بالكامل إنتاجية 75 ألف للنفط الثقيل. هذا النوع من المشاريع هو ليس كأي مشروع آخر، هو مشروع كبير ومرحلة جديدة لإنتاج في الكويت. نرى أن هذا المشروع فعليا صفحة جديدة مع تنمية الطاقة الإنتاجية في دولة الكويت. إنتاج وتصدير النفط الثقيل علامة تجارية جديدة للكويت من خلال أضخم المشاريع النفطية، والتي تنفذها شركة نفط الكويت ضمن الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040، والتي تأتي ضمن الخطة التنموية لكويت جديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.